تقدمت قبل كلمتي سيدة كانت لها لمسة في حياتي وهي زوجتي ورئيسة منظمة حلم، فهذا مجرد حضورنا هنا هو كان دعم للمرأة ورسالة إلى أن تأخذ المرأة دورها بشكل واضح وشكل فعال في المجتمع. علينا أن نتكاتف لحل هذه المشاكل العالم. ففي كل أود أن أتقدم بالشكر باسمي شخصيا كوني امرأة وأجد فيه الدعم والإسناد، وأيضا باسم كل امرأة عراقية لراعي مؤتمرنا الذي يوصف برشاقة حديثه السياسي، توصف كلماته أيضا بإيقاع المطرقة، متدفق صعب التوقف واقعي برغمتي مناور شرس، فكان وكان والحديث فيه يطول وخاصة مني. رحبوا معي برئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي على المنصة. سيدة هذا الكون ولا منافس، ما غمضت لعيون للوطن حارس الجنة جو